تشوف فيها دوك هي قاعده واحد العجوزه راهي قاعده تقول لك يا واش هي تقول هذه واش هي تهضر باش هي تهضر. الاشخاص المبتدئين لاول مره يتعاملوا مع اللغه الانجليزيه بالضروره انه الاستاذ يتكلم باللغه الانجليزيه 100% ولا يوظف مصطلحاتنا يوظف اللهجه نتاعنا يوظف اللغه العربيه ولا خطا هذا الشيء؟ انا بالنسبه لي اني نشوف ماشي عيب انه نوظفوا اللغه الام تاع هذاك الانسان إيه؟ باش نسهلوا له انه يفهم واش رانا نهضروا إيه؟ يعني هذه انا نشوفها ماشي عيب، ولكن يعني مش دائما انه ناخذوها على اساس انه دائما نستعملوا هذيك اللغه باش نفهموه. ما لازم من ذاك نكونوا ستريكت only the language that we are going to teach. لازم تعودوا على اللغه اللي نستعملوها، نبقاو نستعملوها هي باش ترسخ في الذهن تاعنا. يقول لك من 10 قوم 40 يوما صار منهم 40 يوم تقدر تعلمنا لغه شعب؟ قلت لك هذا على حسب الهدف. ايه على حسب الهدف. يلا نكملوا. اوكي سو فيرست اوف اول وي سيد ذات افيكسز ار ليترز ادد تو ذا روت ا سيت اوف ليترز ادد to the root of the word, which means مجموعة من الحروف نزيدوها للأصل تاع الكلمة. So the root is the origin of the word. Okay, it's the primary. هي الأصل. Yes, it's the main part of the word. And when we remove affixes, it remains meaningful. وش حبي يقول هنايا؟ معناتها affixes هما حروف نزيدوهم الأصل الكلمة والكلمة هذه الأصل هذا يعني كي نحو هذوك الأفكسز راح تقعد الكلمة عندها معنى.